بنعتبره يعني كفاكهه بالنسبه لهم يعني. لكن هو في احنا علميا بنعتبره محصول خضار. يعني في دايما المواطن بيقبل بشكل كويس على ان هو يشتري البطيخ، فبالتالي المحصول بالنسبه للمزارع وقت ما هيتوفر هيتباع على طول، ما فيش ما عندوش مشكله يعني. ده يعني ربحه ربحه كويس جدا بالنسبه للمزارع يعني. بس انا ملاحظ ان البطيخ السنه دي احجامه اكبر، وده اثار مشاكل يعني، اثار شائعات. والله وحضرتك في يعني الاحجام الكبيره دي لها عديد من الاسباب يعني. احد الاسباب الصنف. فاذا كان الصنف يعني جودته عاليه، او الهجين المتوفر لدى المزارع هجين ليه قدره عاليه على انتاج احجام كبيره بالنسبه للثمار، ده بنشوف بيها الحجم احجام كبيره. بالاضافه ان في بطيخ المطعوم اللي بيتعمل على بعض الشتلات الانواع اخرى، ده البطيخ المطعوم بيدي برضو احجام كبيره. ففي ناس تقول لك الاحجام الكبيره وحشه، او يعني في الطعم بتاعها والجوده والكواليتي بتاعتها مش كويسه. لا، في احجام كبيره والجوده بتاعتها كويسه جدا وتلقى قبول لدى المستهلك يعني. كويس. يعني كمان لما بنتكلم عن البطيخ السنه دي، ان في خبر سعيد يعني، ان في تصدير للبطيخ يعني، ربما يعني دي من النوادر كما بيقولون يعني. طبعا يعني نظرا للانتاج الكبير وبالاضافه الى انخفاض سعر التكاليف بالنسبة للمزارع لوجود بعض الأصناف المصرية حاليا. كويس. فوجود الأصناف المصرية بيبقى سعر البذرة بالنسبة للمزارع أقل، دي شجعت كتير المزارعين على الزراعة، أصبح البطيخ متوفر، نقدر في الحالة دي يعني يكون في مجال للتصدير يعني. بس واضح إن المواصفة مناسبة يعني، أما تصدر لأوروبا وللخليج فأنت واضح إن أنت عندك مواصفة. في بعض الأصناف بقى اللي تصلح للتصدير للخليج بتحمل عملية الشحن ولها. زي إيه بقى؟ في أصناف عندنا في مصر، إحنا لحد دلوقتي سجلنا تقريبا أربع أصناف في البرنامج. في مصر واحد ومصر اتنين من ضمن الأصناف اللي اتسجلت يعني. ان شاء الله باذن الله الانتاج بتاعهم المواصفات يقدر يتحمل السوق المحلي ويقدر يتحمل السوق الخارجي، يعني ليه قدره عاليه على تحمل ظروف الداخل مصر يعني. الخارج بيحب البطيخه الصغيره ولا الكبيره؟ دايما في بره في حسب السوق يعني. في اسواق بتفضل البطيخه اللي هي المتوسطه الحجم، ده الاوروبيه. كمزارع كمستهلك بياخد البطيخه على بعضها. في بعض الاسواق الاوروبيه هو ما بياخدش بطيخه، بياخد قطع من بياخد قطع، فبالتالي هو لو عنده بطيخه احجام كبيره في السوبر ماركت بيقطع ويدخلها عباره زي شقه زي بالظبط يعني. فالناس يعني انت بتصدر الكبير ده لل